السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعين قناة ميرودا الحادقة، مرحبا بكم الناس الزوينين ديالي اللي كيتبعوا القناة، وشكرا لكم بزاف والله يجازيكم بخير والله يرحم لكم الوالدين على الكومنتير اللي كتخلوا ليا وعلى اللي يجي وكديروا ليا، شكرا بزاف كتبعوا القناة لهلي يخطيكم والله يعطيكم ما كتمنوا ان شاء الله. هنا اليوم درت البسطيلة ودرنا انا في دار اختي ماشي داري، درنا بسطيله ودرنا الشلاضه ديال الجردون، بغيت نشاركها مع المتتبعين الحقيقيين. انا كنتوحشكم، اي حاجه درتها كنبغي نشاركها معكم. ايوا هذه هي البسطيله وهذه هي ماشي شي حاجه، ولكن بنينه الصراحه. الدجاج احنا طبيعتنا راني حاطه لكم الدجاج، كنشرملو الدجاج ونديرو في الفريكو، الدجاج كان مشرمل في الفريكو. هنا جبدات وبنت اختي ودارت عليه البصله وزادت عليه ديك المعلقه ديال السكنجبير الاولى ومعلقه البصل. غنديروا العطريه اللي كافيه، دا خرقوم بلدي، ومن بعد غادي نضع ليا داك هنا القزبر ومعدنوس والثومه محكوكه. وهنا الدجاج راه كيتشحر مزيان كيف ما كيبان لكم، راه كيتشحر وما شهيتكمش فيها كي جات، راه تبارك الله ما شاء الله جا زوينه. وهذه البصله الكافيه قطعناها كامله اللي غادي تكفي لينا سميتو البسطيله، عارفين البسطيله تتبغي البصله. صافي هنا غنحيد من الدجاج، ما بغيتش نطول عليكم الفيديو بزاف حيت كاين الناس ما كيصبروش على الفيديو باش يكملوه. صافي حيد، غنبدا نحيد الدجاج، نحيدو بهذه الطريقه ونخلو البصله كتنشف مزيان، نخلوها كتبقى تعسل وتنشف، وقبل لا تنشف كنحيدو واحد شويه واحد الزلافه باش غادي ندهنو ديك الورقه. صافي وملي تنشف مزيان كنزيدو على البيض ونطفو عليها. والدجاج ديالنا هو هذا، ما كنديروه لا في فران لا والو، كيطيب كياخذ الوقت ديالو الكامل. ايوا صافي هنا راه وجدنا، بقى لينا على المنطيو البسطيله. هذا الكاوكاو درنا عليه شويه السنيده والقرفه، وهذا الفاني، الفاني ديال الزهر، عاود نديرو الزهر، درنا الفاني ديال الزهر. هذا الدجاج راه حنا فرتتنا وحيدنا ليه داك العظم بطبيعه الحال، وهذه البصله وداك البيض راه كيبان لكم البصله معسله، وهذا هو شويه ديال المراق ديال الدجاج باش غادي ندهنو ان شاء الله سميتو باش ندهنو البسطيله. صافي هنا بنت اختي راه سرحات كل شيء، سرحات الورقه الاولى في الطاوه ديال الفران اللي غدخل نيت الفران، غادي غتمونطيها نيشال في الطاوه ديال الفران. دارت الورقه الوسطانيه صافي، وبدات كدير جناب باش تمونطي ان شاء الله البسطيله. ايوا المتتبعين زوينين لهلي خطيكم عليا والله يجازيكم بخير، وشكرا لكم بزاف، وشكرا لكومونتير ديالكم الزوينه، وشكرا الناس، وكنقول لكم الناس اللي ما متابعينش اللي ما داخلينش يدخلوا يتفاعلوا في القناه ديالي، واللي تفاعل الله يجازيه بخير الله يرحم ليه الوالدين، راه ما غادي يخسر والو، غادخل تفرجي تبركي على داك الصبيه. هاد الشيء ما كاين، عندكم الاجر الله يعطيكم الخير، الله يكبر بكم، الله يحفظكم يا ربي امين، لهلي خطيكم عليا وشكرا لكم بزاف. هنا كتمونطي فيها مزيان، غادي تمونطيها ان شاء الله، وغادي نشارك معكم لكل اي حاجه درنا. صافي دارت الدجاج، دارت فوق منه هذاك البيض وسميتو والبصله اللي معسلين، يعني عاد تخدم بيدي ما كاين لا هو داك الشيء باش كيطيب، كيطيب باليدين، كيتقطع باليدين، ها كيبقى يقولوا كاين اللي يقول لك لا ما ديريش يديك، وحنا باش طيبناه هذاك الدجاج باش غادي ننقيو، غادي ننقيو بشي حاجه اخرى من غير الايد. ايوا شكرا لكم المتتبعين الزوينين. ايوا الغدا ديال نهار الحد هو هذا، مجموع العائله. صافي ودرت لنا من فوق منه داك الكاوكاو، ديك الانصه ديال الزهر في داك الكاوكاو راه كتعطي واحد الطعم زوين، واحد الريحه راه حسن من المزهر اللي كديروا. المزهر ديروا ديك راه كديرها درهم ونص، راه زوينه بزاف هذيك الانصه ديال الزهر، كتعطي واحد الريحه يا سلام ما شهيتكم فيها. صافي زادت مازال الكاوكاو، زادت البصله، وعاود زادت هذه، دارت الاولى والثانيه، وعاود شويه الدجاج. ايوا صافي هنا غادي تمونطي البسطيله وغادي نتلاقى معكم ان شاء الله.
إيوا شكرا الأصدقاء والصديقات اللي كيتبعوني، شكرا لكم بزاف. ولا الله يخطيكم، هنا نسيت باش غدير الورقة، أنا فكرتها. إيوا هاهي حي، عاود ترجع دير الورقة اللي كتجي الوسط مع كثرة الشقارة كتنساو، ضروري ما ننساوش، ما يمكن ما يكذبش عليك كذاب كتلبد تنسي شي حاجة. انا واخا تتبان لكم ديك الورقه راه شويه مقطعه من الوسط، راه ماشي مشكل، راه كتمونطي لك حد باقا غدير عليها. ايوا الطبق النهائي ديال البسطيله وديال غدانا اليوم هو هذا، نتمنى من الله تجربوه وتتبعوا القناه، وما تنسونيش من الكومونتير الزوينه. الله لا يخطيكم، والله يجازيكم بخير، والله يحفظكم، والله يعطيكم ما كتمنوا، يحفظ لكم وليداتكم، واللي دخل هذا الفيديو دار في جيم الله يرحم ليه الوالدين.